بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعيش اليوم ثورة معلومية فجرت عددا ضخما من المعلومات التي تبثها مختلف الوسائط المقروءة والمسموعة والمكتوبة والمرئية، حتى قيل أن ما تنتجه هذه الوسائط في ثانية واحدة يحتاج إلى سنوات لكي يطلع عليه الإنسان. ومن هنا يصبح سؤال الاختيار بين هذه المعارف والمعلومات أمرا جدا مهما، حتى أن هذه المعلومات كلما كانت قريبة من مصيرنا النهائي ومن الغاية التي خلقنا من أجلها، كلما كان لها دور أساسي ومهم في حياتنا. فكيف نختار بين هذه المعلومات، وما هي أهم هذه المعلومات التي يمكن أن نختارها؟ وهو سؤال حارت فيه عقول الفلاسفة والعلماء والمفكرين على اختلاف مشاربهم وأعصارهم وأمصارهم، حتى قال قائلهم: جئت لا أعرف من أين، ولكني أتيت وأبصرت قدامي طريقا فمشيت، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت لست أدري. الله سبحانه وتعالى شنو كتعرف عليه؟ يمكن لك كل شيء وما يقدر يهز حتى واحد، هو اللي دائما اللي عنده قوه وبزاف د الحوايج. من ممكن تقول لي اش كتعرف علاش حنا في هذا الكون؟ باش نعبد الله، باش نصلي نعيشو ونتمتعو. واخا، شنو هاد العبادة؟ شنو قصدتي بالعبادة؟ شنو معنى العبادة؟ نصلي ونزكي ونعملو صلة الرحيم. ممكن تقولنا علاش حنا في هاد الكون؟ ها؟ علاش حنا في هاد الكون؟ هاكم عايشين فيهم، عايشين فيهم مزيان الحمد لله. علاش عايشين؟ واش كاين شي غاية ولا كعايشين وصافيين؟ كيفاش؟ علاش زعما موجودين؟ شنو الغاية ديال الوجود ديالنا في الدنيا؟ باش ناكل ونشرب ونعيش ونسي. بنا كنعبدوه، يعني مخلوقين باش نعبدو ربي. حنا الحياة ديالنا كاملة ربي بالدنيا بالآخرة. الله هو خلق كل شيء، يعني الوجود ديالو مهم، مسألة بديهية، يعني هذا ليس كمثله شيء. حنا هنا في هذا الكون حنا تنعيش واحد المرحلة الامتحان، واحد المرحلة الفرصة الثانية، حيث كانت تعطات فرصة الأولى لأبناء آدم، وهذه الفرصة هذه شنو تطرح على واحد المرحلة، تطرح على امتحان على الصبر، فهمتي؟ ربي امتحن أبناء آدم في الجنة، عطاه فرصة، هي امتحان، عطاه فرصة تمتحنوا فيها على الصبر على ديك الشجرة، فهمتي؟ واش يقدر يصبر كذا؟ صدق أبناء آدم عثرات عليه أنثى وما صبرش وسقط، كما تنقولوا حنايا. أبطو سيدي ربي لنا الأرض، عطاه فرصة ثانية، عطاه الأحفاد والولاد، وما حنايا تنعيشو ديك فرصة ثانية دابا، فهمتي؟ ورد في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه ذات يوم موعظة بليغة، وأطال لهم في الوعد والوعيد حتى أبكى الصحابة، وكأن الصحابة على رؤوسهم الطير، وما اجترى أحد أن يتحدث في هذا المجلس، غير أن صحابيا من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أين مقعدي غدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما كان من النبي إلا أن أجابه أن مقعده النار. وفي هذا الموقف الرهيب المرعب صمت جميع الصحابة، غير أن رجلا واحدا كان إذا خاصم أحدا نسبه إلى غير أبيه، ذلك أنه كان مشكوكا في نسبه وكان يتهم في عرضه. فما كان من هذا الرجل إلا أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أبي؟ من أبي؟ انظروا معي إلى إنسان فقد سنده الاجتماعي ولم يعرف أصله وأباه، وقد مثل لهذه القصة كثير من القصاصين في مسلسلات وأفلام، كيف أن رجلا صغيرا، يعني شابا صغيرا، يتربى في غير أهله، فلما يكبر ويكتشف أن الرجل الذي رباه أو المرأة التي ربته غير أبيه وأمه، يذهب هذا الرجل حائرا تائها يبحث عن أصله الاجتماعي، نظرا لأن الإنسان مفطور على معرفة الأصل الذي جاء منه. فكيف تراءى لنا حقيقة وجودنا من خلال نصوص الوحي، سواء كان هذا الوحي قرآنا أو سنة
أو ما جاء عن أسلافنا الصالحين؟ وكيف يمكن لهذا الجواب أن ينتشل البشرية اليوم من هذا الضياع والضنك الذي تعاني منه، حتى وردت الإحصائيات بأن دولة مثل السويد وغيرها من الدول الإسكندنافية التي تعرف مستوى جد مرتفع من العيش، ومع ذلك فإن نسب الانتحار في هذه المجتمعات هي أكبر نسب في العالم كله، وما ذلك إلا لأنهم حاروا في الجواب عن هذا السؤال الذي سنرصده من خلال سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن خلال آيات القرآن الكريم. وأول وقفة نقفها مع هذا السؤال العظيم الجليل هو آية جميلة جليلة شافية وافية، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة سماها سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله عز وجل هنا يريد أن يلفت انتباهك إلى قصة حقيقية، كما أنك وجدت في هذا الكون، وكما أنه أذن لك أن توجد في لحظة زمنية معينة، الله يلفت انتباهك إلى أنه أتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، كنت عدما محضا، كنت نقطة صفرية لا أساس لها من الوجود. الحقيقة كما بينها لنا الله عز وجل في كتابه أننا لم نكن شيئا مذكورا، وكنا في لحظة من الزمان عدم، فأذن الله عز وجل برحمته أن يوجدنا إلى هذه الحياة، ومن هنا تعلق في رقبتنا حق عظيم لله عز وجل، ألا وهو حق الخالقية. فالله عز وجل خالق، وبما أنه خالق فهو ملك، والملك له حق التصرف في كونه كيف يشاء، فهذا هو المدخل الأساسي الذي من خلاله نعرف حقيقة ذواتنا، انطلاقا من معرفتنا لربنا، كما قيل قديما: يا أيها الإنسان اعرف نفسك تعرف ربك، اعرف نفسك تعرف ربك. فهذا هو المدخل الأول الذي تعرف إلينا من خلاله الله عز وجل، وعرف إلينا هذا الكون من خلاله. ولكن هذا التعرف زاد بيانا مع آي الكتاب، وزاده الله وضوحا، فالله عز وجل لم يخلقنا هكذا وكفى، ولم يخلقنا ويتركنا هملا. فإن كان الحق الأول في معرفتنا لله عز وجل هو حق الإيجاد، أي الإيجاد من عدم، فإن الله عز وجل خلقنا وخلق لنا. وحقيقة هذا الخلق لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الكون كله في خدمتنا، وسخره لنا بمقاييس دقيقة، حتى قيل أن الشمس لو اقتربت من أرضنا بمقدار ميل لاحترق كل شيء، وهي مع ذلك لو ابتعدت بمقدار ميل لتجمدت الكرة الأرضية ولمتنا من شدة البرد. فانظروا إلى هذه الرحمة وهذه الحكمة الإلهية، كيف يخلق الشيء بقدره في زمانه ومكانه. إذن هذه النعمة الثانية، ألا وهي نعمة الإمداد، وكيف أن الله عز وجل سخر لنا الكون بمقاييس دقيقة تتوافق مع حياتنا. ثم بعد هاتين النعمتين، نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، جاءتنا النعمة الثالثة، ألا وهي نعمة الإرشاد. نعم إخوتي في الله، الله عز وجل خلقنا وأعطانا الكون وأعطانا العقل، وهو مع ذلك لم يتركنا هملا، وإنما أرسل لنا الأنبياء والكتب السماوية حتى ترشدنا إلى الطريق السوي المستقيم. والله عز وجل قد جعل الكون مبنيا على قواعد وسنن لا تحيد ولا تبيد. ومن محاسن الصدف أن هذه السنن الكونية تتوافق مع سنن الله التشريعية. نعم، نعمة الإيجاد من عدم تجيبك عن سؤال وجودي حارت فيه عقول الفلاسفة. نعمة الإمداد تيسر لك الحياة في الدنيا وفق ما يتوافق مع حاجاتك اليومية بل العمرية. ثم هناك نعمة الإرشاد تجعلك تأخذ المنهاج السليم الذي تستقيم به حياتك وتسعد. ثم النعمة الآخرة والرابعة والتي من خلالها يتعرف إلينا الله عز وجل، وهي نعمة الإخلاد. نعم، لقد خلقنا الله عز وجل لكي لا نفنى، خلقنا الله للحياة الأبدية، وإنما جعلت هذه الحياة محطة صغيرة جدا في حياتنا لكي ترتقي بنا إلى الإخلاد والخلود الذي من أجله خلقنا. فالله عز وجل لم يخلقنا للدنيا
وإنما خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. وقد قال الله سبحانه وتعالى كما يروي النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر أن الله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.